من الصدى الجواز فصيلة بعيونها مضوى حروس المشاهيب مفدوغة العرنين من دون ميلة أذانها فيها تصق قرة الذيب لذارها في معرفتها مسيلة كانها ويقبر قبتها على شيب كان رقبتها من لحمها هزيلة. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون مع حضراتكم نتواصل بتواصل الأشواط وتندفع أسماء جديدة وتندفع أيضا شعارات جديدة في هذا الشوط الثالث عشر ضمن انطلاقاتنا لهذا اليوم وهذه الفترة الخاصة بالإبكار. نتابع هذه الاندفاع في شوطنا الثالث عشر والمقدمة والصدارة. هذه سرابة عبد الله بن راشد مفتاح الشامسي أحد ضيوف الميدان من دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول، تليها تكريم على المركز الثاني علي بن سعيد بن حلفان المري مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث بن صوغان فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيدة المري مع المركز الثالث، وتليهن مباشرة هناك من الجانب الآخر الشهنية محمد بن راشد بن ديلة المري مع المركز الثالث، انتقلت بدورها إلى ثالث المراكز المركز الرابع. هذه ضعاين خليفة أو الضعاين لخليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية انتقلت إلى المركز الثالث لتبقى رابعا، ومن تحمل الرقم أربعة هذه الشهنية محمد بن راشد بن ديلة المري، والمركز الخامس وصول في هذه اللحظة بنت صوغان لفيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيدة المري. هذه المراكز على حضراتكم، مراكزنا الخمسة الأولى في أول نداء وأول ظهور الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط، والتوقيت الأفضل حتى هذه اللحظة مع صاحبة المركز الأول في شوطنا العاشر التي انتزعت الناموس وحققت الناموس الأفضل والتوقيت الأفضل لهابة هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، توقيتها الزمني 4:28 14 جزءا من الثانية كأفضل توقيت حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة الصدارة شعار بن حلفان علي بن سعيد بن حلفان المري مع المقدمة أبناء الشحنية مع هذا الشعار، يا سلام. المركز الثاني أيضا من أبناء الشحنية الضعاين خليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية مع المركز الثاني، وسرابة بشعار عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي مع المركز الثالث على المركز الثالث والمركز الرابع. هذه مزنة على المركز الرابع مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري مع المركز الرابع، وخاتمة نداء الثالث هذه بن صوغان فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيدة المري. يا المري افتتحنا الكيلومتر الأخير، خلاص لا بقاء للمركز الخامس. هناك المقدمة، هناك الضعاين على مقدمة الشوط، خلاص الكيلومتر الثقيل الثقيل جدا. يا سلام، شوف اللي تحركت، شوف اللي تحركت على المركز الأول، انطلقت الضعاين خليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية على صدارة هذا الشوط. يا سلام، هذه مزنة، هذا اللي الشعار الجميل، مزنة على المركز الثاني انطلقت في هذه اللحظة مبارك بن محمد بن علي الجربوع المري مع المركز الأول، غيرت وانتقلت إلى مقدمة الشوط. حرك يا سلام، حرك يا راعي مزنة، حرك يا راعي مزنة. أبناء دولة الإمارات مع مختارة مبارك بن بطحان بن قران المنصوري النقطة الثالثة اللي يبحث عنها هذا الشعار، يبحث عن هذا الشعار. غيرت في هذه اللحظة وانتزعت النقطة الأولى المركز الأول. هذه مختارة، مختارة اختارت وانطلقت وفازت إن لم يكن للعنود سعيد بن راشد بن حلفان على المركز الثاني، على المركز الثاني يا بن حلفان
حرك يا سلام، ولكن النهاية والناموس مع مختارة والنقطة الثالثة. مختارة مبارك بن فرحان بن قران المنصوري، الثلاث نقاط ذهبت إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع مختارة بشعار مبارك بن فرحان بن قران المنصوري. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني العنود سعيد بن راشد بن حلفان المري. المركز الثالث، المركز الثالث يحفظ وقار الهجن عند المعازيم بني تميم مطوعت كل. المركز الثالث الهجن عشق مال راهية ناصر بن خيرة بن محمد الشامسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الرابع وصلت منصورة خليل بن راشد بن علي الشامسي. المركز الخامس وصلت الضعاين لخليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العظيم. هذه مختارة، توقيتها الزمن 4:36.82 جزءا من الثانية. مبارك بن بطحان بن قران المنصوري الذي سجل النقطة الثالثة في هذا الصباح. تهانينا والناموس. وهذا شعار بن حلفان من وصل للمركز الثاني 4:39.24 جزءا من الثانية. العنود سعيد بن راشد بن حلفان المري في المركز الثالث 4:39.46 جزءا من الثانية. راهية ناصر بن خيرة بن محمد